خير، نهاركم سعيد بغض النظر عن الوقت الذي تقعون في أي دولة. أحييكم من الهند. بما أننا اجتمعنا مع بعض في العرض التقديمي للشركة، فاليوم 10 أبريل 2021 سنقوم بعرض تقديمي للشركة. وقبل ذلك هل تسمعونني أو تروني بشكل جيد؟ ضعوا رقم 1 في الدردشة لنتكلم حول برنامج هذا اليوم. ستكون هنا عرض تقديم لشركة إيفوريتش، وبحثنا أخبار الشركة في المرة الماضية، ونريد أن نعرف ماذا يحدث في الشركة وماذا حدث في الأسبوع الماضي وهكذا. وبالفعل يعني آمل أنكم في حالة الفرح والسعادة عما سنتكلم عنه هذا اليوم. وقبل ذلك، قبل الانتقال للعرض، اسمي دكتور ألطاف باتان، أعتبر طالب في أكاديمية المستثمر الخاص بالهند، وبالإضافة وعضو مجلس القيادة الهندي. قبل 10 سنوات أصدقائي الأعزاء، وعمري حوالي 55 عام، وخلال هذه الفترة أي 35 عاما من حياتي، عندما درست وكنت كنت الولد الأكبر في العائلة قبل، وكانوا يحبونني جدا في العائلة، وكل بفضل كل هذه الإمكانيات استطعت أن أدخل إلى الجامعة، وساعدني أهلي في العمل، ورأيت وجدت عملا جيدا أو لأسباب مختلفة. هناك كان العمل مختلف الولايات، كان هناك يعني عملت كثيرا في مختلف الولايات، وكان لدي حياة غير يعني غير مرضية من السبت إلى من الاثنين إلى السبت، وكنت أنتظر متى سأنتهي وأرتاح يوم الأحد. وعندما تمتعت في يوم الأحد، كان الوقت يمشي بسرعة ويبدأ الأسبوع من جديد إلى العمل من جديد. وفي مختلف مجالات العمل يعني كنت أعمل وأكسب 20,000، وأحيانا أكثر وأقل 35,000، وأكثر شيء وصلت إليه ربما 50,000 روبية طبعا. كنت أعمل لعائلتي، كنت يعني لم يكن لدي لكم أتمتع بهذه يعني السعادة، هذا شيء رائع، ولكن حول ما يعني أهدافي وأحلامي، يعني كنت يعني يائسا إلى أن عام 2019 يعني وجدت جوابا لحالتي الغير المرضية أو الستريس الموجود، مما أعطاني النور لحياتي. وجاءني يعني قرأت منشورا، وعندما درست هذا المنشور عرفت شيئا ما وفهمت حول الإمكانية التي أمامي الآن، واستطعت أن أشرح نفس الإمكانية لكل الأصدقاء بشكل مفتوح والنظر إليهم في عيونهم، وهذا مما أعطاني يعني ارتياحا كبيرا. إنما هي الإمكانية التي يمكن أن تصلح لكل شخص، هذه الإمكانية وقد أصبحت هي إمكانية أكاديمية المستثمر الخاص، وقد قررت فورا أن أصلح جزءا من هذه الإمكانية. وفي قرار واحد غير حياتي لهذه الحياة المتواترة، وتغيرت حياتي كليا، وبفضل هذه الإمكانية
كل الأصدقاء وكل الناس الذين كنت أعرفهم قبل تلك الإمكانية أكثر من مرتين، ازداد عدد يعني دائرة الأصدقاء والإمكانيات التي قدمتها لي أكاديمية المستثمر الخاص. أريد أن أخبركم ببساطة أنكم هنا، كل ما عرفته أنا لغاية هذا اليوم هو يشبه وكأنني خرجته من الظلام إلى النور. هذه الجملة يعني في اللغة الهندية هذا، وهي يعني بالسنسكريتية التي تعني أن تخرج بشكل بطيء من الظلام إلى النور. هذه هي أكاديمية المستثمر الخاص، لأنها استطاعت تنوير طريقي وأخرجتني من الكريدور المعتم إلى النور، والآن يعتبر نائب رئيس شركة إيفوريتش، وأنا يعني مشارك ومسؤول في ماراثون 260، وأعتبر الآن متحدث دولي ورجل أعمال. هذا باختصار حولي وحول قصتي وحياتي، وأنني آمل أن مستقبلنا أو مستقبلي ونصف مستقبلنا الجميع في أكاديمية المستثمر سيكون منيراً ومزدهراً. هذه معارف مهمة جداً، وكما نعرف هناك رغبات وهي كثيرة وتكثر يوماً بعد يوم، ويجب أن نبذل كم الجهود لنعرف لنتعرف أكثر فأكثر، ويجب دوماً أن نقوم أن يكون يوم هذا أفضل من الأمس. نحصل على المعلومات الاستثمارية والوصول إلى مستويات ليس بمعلومات مكثفة، وإنما استخدام هذه المعلومات ومساعدة الناس الذين يحيطون بنا ويستخدمونها بحياتهم، ونساعدهم طبعاً للوصول إلى الراحة والسرور. والآن سنرى نرى هذا الفيديو كيف وكما نعرفه جميعاً، وهي عرض تقديمي للشركات، وانظروا بشكل دقيق وبإصغاء، وعندما تنظرون ذلك ما هو السر الموجود والمعلومات التي تساعدنا الخروج إلى والتواصل مع الناس. هذا الفيديو يساعد الناس، يساعدنا جميعا لمعرفة لعبة الجوهر كما قلت كما حدثتكم عنه. لنظر مرحبا، أود أن أرحب بشكل خاص بالحاضرين في هذا العرض التقديمي للمرة الأولى. ستتعرفون من خلال هذا العرض التقديمي على المزيد عن شركة إيفوريتش. ستستمع إلى معلومات فريدة ومثيرة للاهتمام من الممكن أنك لم تسمع بها من قبل. كيف ستتعامل مع المعلومات التي تم الحصول عليها؟ أنت صاحب القرار. سيستغرق العرض التقديمي 20 دقيقة فقط، ولكن يجب أن تكون على قدر كبير من الانتباه حتى لا تريد أن يفوتك شيئا من الأشياء المهمة. ستسمعون أشياء برنامج فريدة العرض التقديمي لهذا اليوم التي لم تسمعوا بها سابقا، حقائق اليوم وكما بعد ذلك، ما هو النظام الإيكولوجي إيفوريتش، ولقاؤنا لا يستمر أكثر من 20 دقيقة. كونوا منتبهين وأصغوا بشكل جيد الآن برنامج حول برنامج مهمة بالنسبة إلينا اليوم. مهمتنا ماذا يعني النظام الإيكولوجي إيفوريتش، العلامة الأعمال التجارية العالمية للاستثمار الجماعي متعدد المستويات، سؤال لماذا الخطوات والنجاح. حسنا، لنبدأ من السؤال التالي، ما الذي يحدث في العالم المعاصر؟ يحدث في العالم المعاصر، هل طرحت على نفسك هذا السؤال؟ ما هي المشاعر التي يثيرها لديك اليوم؟ هل تشعر بالغضب والاكتئاب، أو على العكس أنت متحمس وعلى استعداد للبحث عن حلول جديدة؟
من دون أدنى شك أن الوضع الحالي قد هز العالم بأسره، لأن العديد من المؤسسات قد تم إغلاقها وفقد الناس وظائفهم، وسيؤدي هذا إلى زيادة المشاكل المالية والصحية في العالم أجمع، عدم الثقة بالمستقبل، وعدم رؤية الضوء في نهاية النفق. كل هذه الأمور ستخلق الفوضى في حياة الكثير من الناس. ولكن في أي موقف من المواقف يوجد جانبين، الجانب السلبي والجانب الإيجابي، فلما لا ننظر إلى هذه المواقف من زاوية أخرى؟ من الممكن أنه هذا هو جرس التحذير للبشرية والدعوة إلى الخروج من منطقة الراحة والبدء بشيء جديد، تجربة الأفكار التي فكرنا فيها فقط ولكن ما كان لدينا الوقت لتطبيقها. ربما أن وقتك قد حان، هل فكرت في هذا؟ إذا كانت إجابتك نعم وأنت تبحث عن الفرصة ولكنك لا تعرف كيف ومن أين تبدأ، إذن لدينا أخبار جديدة لك، لدينا الإجابة على هذه التحديات، فهل أنت مستعد؟ الإجابة هي إيفوريتش. إيفوريتش هي عبارة عن منصة تسويقية عالمية تقدم نموذج بيزنس مميز، ستعرف المزيد عن هذا بعد دقيقة، وتقدم أيضا فرص فريدة للمشاركة في المشاريع لمساعدة ملايين الناس حول العالم للحصول على الاستقلال المالي أو حتى الحرية. هل يذكرك هذا بأحد أهدافك لهذا العام؟ إذا كانت الإجابة نعم فاستمر في المشاهدة. بعض الحقائق عن إيفوريتش: يقع مقرنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا أكثر من 750 ألف شريكا نشطا في جميع أنحاء العالم، يتم تقديم المعلومات بما في ذلك الندوات، الويبنارات والتدريبات بإحدى عشر لغة رسمية، لدينا في نظامنا الإيكولوجي أكثر من 1,500,000 مستخدما مسجلا، الحديث يدور هنا عن المستخدمين النشطاء وغير النشطاء، والذي يجعلنا أكثر تميزا هو وجود أكثر من 10 علامات تجارية فريدة في نظامنا الإيكولوجي. اسمحوا لي بالتحدث عن بعض المشاريع التي بدأت بالعمل فعليا أو التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب. أن تصبح عضوا في إيفوريتش سيمنحك هذا الحصول على فرصة المشاركة في جميع المشاريع في النظام الإيكولوجي من غير استثناء. يمنحك النظام الإيكولوجي إيفوريتش إمكانية الوصول إلى العلامات التجارية الفريدة والمستقلة ومنتجاتها. تمنح العروض الأكثر حصرية في السوق الفرصة لبناء الأعمال التجارية في جميع مشاريع النظام الإيكولوجي الخاص بنا. المشاريع التي تعمل حاليا هي أكاديمية المستثمر الخاص وإيديو كافي ويوجي باي، وقريبا سيتم إطلاق يوجين وآي أل سي الاستشارات القانونية. بفضل هذه المجموعة المتنوعة والمذهلة من المنتجات والشركات، فإن نموذج العمل التجاري الخاص بنا لا يتأثر بأي وضع اقتصادي أو سياسي في العالم. العلامات التجارية الأكثر شهرة وانتشارا في نظامنا الإيكولوجي هي أكاديمية المستثمر الخاص، التي تقدم إمكانية التعليم بشكل أونلاين في مجال الأمور المالية والاستثمار، والتي تعتبر وبلا أدنى شك المنتج الأكثر طلبا في المجتمع المعاصر. لماذا نعتقد ذلك؟ لأنه بالأحرى أن حوالي 10% من سكان العالم فقط يعرفون كيفية إدارة أموالهم ويفهمون علم الاستثمار. أثبتت الدراسات الأخيرة بأن الثقافة المالية والاستثمارية بين البالغين من السكان منخفضة جدا، والتي تعرقل بدورها حوالي 90% من سكان العالم أن يصبحوا متحررون ماليا يوما ما. نحن نريد تغيير هذا الوضع أو نحسنه على الأقل. جميع دوراتنا التعليمية في أكاديمية المستثمر الخاص قائمة على أساس معرفة وخبرة المدربين المحترفين في مجال التمويل الشخصي والاستثمار والقيادة والنمو على المستوى الشخصي. لدى أكثر من 1,000,000 طالب إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات، وأن حياة الكثيرين منهم قد تغيرت بالفعل. أنتم أيضا يمكنكم تغيير حياتكم. اعرف المزيد عن أكاديمية المستثمر الخاص ودوراتها على الموقع الإلكتروني أو في الحساب الخاص. موضوع فريد من نوعه
والذي يسمح لأي شخص أن يصبح مالكاً مشاركاً في محفظة الاستثمار العالمية. مشروع يعطي الفرصة لأي مستثمر أن يصبح مشاركاً في ملكية هذه المشاريع الصناعية الرائدة، مثل تعدين الذهب، صناعة الأفلام، كيت مارفل، تكنولوجيا البازلت، إنتاج الألماس، فاندكا، ومشاريع مختلفة في قطاع العقارات، العملة المشفرة، وحتى الأسهم والأوراق المالية للشركات العالمية الرائدة. الرموز توكن الاستثمارية WCRU توفر لمالكها عدة مصادر دخل ممكنة، وحتى إمكانية المشاركة في المشاريع الأساسية والفرص الاستثمارية الحصرية. UGpay Group AG هي شركة مسجلة في هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC بالولايات المتحدة الأمريكية، تأسست في سويسرا، وهي واحدة من أعرق الدول القضائية في العالم، تضم أضخم شركات الإدارة والاستثمار بالإضافة إلى البنوك الرائدة في العالم. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن هذا المشروع وعن كيفية المشاركة فيه على الموقع الرسمي ugpay.group. وهناك أيضا يمكن الاطلاع على الورقة البيضاء ومقتطف من سجل التسجيل في SEC. والآن ننتقل إلى الجزء المثير التالي من العرض التقديمي، نموذج أعمالنا التجارية الفريد. هو نموذج أعمال تجارية فريد يتيح لك أن تكون مشاركا في النظام الإيكولوجي إيفوريتش والحصول على المكاسب منه. وبالطبع كل شخص يمكنه أن يقرر بأن يصبح شريكا نشطا أو غير نشط، ويقوم بتطوير مشروعا واحدا أو أكثر. ولكن كلما كنت أكثر نشاطا كلما كان دخلك أعلى. إذن كيف يسمى هذا النموذج للأعمال التجارية؟ يسمى الاستثمار الجماعي المتعدد المستويات، وتم إنشاؤه في عام 2014. تكمن فكرة هذا النموذج في الجمع بين ثلاثة مجالات مختلفة، مقدما لكم مجموعة واسعة من العروض والإمكانيات. إذن المجال الأول هو مجال المنتجات. نحن نقدم أفضل المنتجات والخدمات في السوق، بما في ذلك باقاتنا التعليمية الحصرية وإمكانية الوصول إلى المزيد من فرص التعليم والتوجيه. المجال الثاني هو مجال الأعمال التجارية. يمكنك أن تصبح رئيسك الخاص وتعمل بحسب جدول مرن من أي مكان في العالم، وحتى عدم الخروج من منزلك، وإنشاء شركة عالمية ذات مصادر دخل متعددة. والمجال الثالث هو مجال الاستثمار، الذي يمنحك الفرصة في أن تصبح مشاركاً في ملكية محفظة استثمارية عالمية تتم إدارتها باحتراف تام وبعناية عالية، والحصول على عدة مصادر للدخل السلبي. فهل تفهمون الآن لماذا نموذج الأعمال التجارية للاستثمار الجماعي متعدد المستويات يعتبر فريداً إلى هذا الحد؟ نحن أول شركة قامت باستخدام مثل هذا النموذج، والتي تعمل بنجاح منذ عام 2014. يتم توحيد كل هذا من أجلكم تحت العلامة التجارية إيفوريتش. وهنا مثال جيد، إيديو كافي هو أحد المشاريع الفعالة في نظامنا الإيكولوجي في بزنس المطاعم. وكما هو الحال في أي من الأعمال التجارية، هناك ثلاثة فرق من الناس الذين يحصلون بشكل من الأشكال على الفائدة أو الربح منه: العملاء الذين يحتاجون إلى الطعام والخدمات، رجال الأعمال الذين يستخدمون المطعم كمكتب متنقل ومن الممكن هم موظفون يحصلون على راتب، والمشاركون في الملكية الذين لا يتواجدون شخصيا في المطعم ولكنهم يحصلون على نسبة من أرباحهم الشهرية. اليوم وبفضل الاستثمار الجماعي متعدد المستويات لدينا جميعا الفرصة أن نصبح عملاء والقيام بالأعمال التجارية من خلال افتتاح مطاعم، وأن نكون كمشاركين في الملكية لهذه العلامة التجارية. الخيار لكم. والآن حان وقت الحصول على آخر قطعة من الفسيفساء التي ستتيح لكم رؤية الصورة بشكل كامل. لماذا؟ الخاصة بنا؟ لماذا قمنا بإنشاء هذا النظام الإيكولوجي وبناء مثل هذا النموذج الفريد للأعمال التجارية؟ الإجابة بسيطة، تسمى رسالتنا التطور الاقتصادي الجديد للعالم. يرجى الانتباه إلى كلمة التطور التي تعني في هذه الحالة التغيير الإيجابي في العالم. التغيير في التوزيع العالمي للثروة هو التوزيع الأكثر عدالة بين جميع الفئات السكانية. سيعرف الناس المتعلمون مالياً كيفية إدارة أموالهم
وسيكونون قادرين على إنشاء مصادر متعددة للدخل عن طريق ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار. مع مرور الوقت سيصبح المزيد من الناس حول العالم متحررين مالياً وسيكونوا على استعداد لتقديم المساعدة للآخرين. بفضل العروض والفرص المختلفة، نحن في إيفوريتش نأتي بالمنفعة للمجتمع ونضع هدفاً وهو إنشاء مجتمع عالمي كبير من الأشخاص التقدميين والأشخاص ذوي التفكير المماثل، وعندها سنتمكن جميعاً من أن نجعل هذا العالم مكاناً أفضل ونترك إرثاً للأجيال القادمة. ما هو رأيكم في مثل هذه الفكرة؟ دعونا نلخص ما تم ذكره أعلاه. تتيح الشراكة مع إيفوريتش إمكانية وصول تامة إلى نظامها الإيكولوجي وجميع العلامات التجارية، إمكانية استخدام النموذج الفريد، الاستثمار الجماعي متعدد المستويات، وإنشاء تدفقات متعددة من الدخل، برامج تعليمية حصرية وتوجيهية أونلاين وأوفلاين، تطور مستمر على الصعيد الذاتي ونمو شخصي، إمكانية إنشاء الأصول لكم ولعائلاتكم، ومجتمع تقدمي من ذوي التفكير المماثل الذي فيه يمكنك مضاعفة نجاحك ومشاركته. إذا أعجبت بما سمعته للتو وترغب في الانضمام إلى مجتمعنا النامي بشكل سريع، يرجى القيام بالخطوات التالية: قم بالرجوع إلى الشخص الذي قام بدعوتك، ثم التسجيل المجاني في النظام الإيكولوجي إيفوريتش، قم باختيار المشروع أو المشاريع التي تريد الاشتراك فيها، احضر التدريبات والندوات، افعلها الآن، كل شيء بغاية البساطة. نحن ندعوك لأن تصبح شريكا لإيفوريتش عن طريق الانضمام إلى مجتمعنا من رواد الأعمال من الفئة الجديدة، رواد أعمال الاستثمار الجماعي متعدد المستويات. هل تعلمون أنني مسرور جدا أصدقائي الأعزاء؟ هل أعجبكم هذا الفيديو؟ آمل أن نعم أنه أعجبكم. هل تعرفون ليس أنه فيديو وإنما وهو هدية لكل منا؟ لماذا؟ لأننا لديكم معلوم أنه اليوم هذا العرض التقديمي الفيديو يعتبر وهو العرض التقديمي المهم الذي يساعدنا للحصول على كمية من الناس في صفوفنا، لأن ربما أنكم لاحظتم أن إيفوريتش ديفيس ريتش ستحصلون على معلومات أكثر عندما تطلعون على الموقع، وستحصلون على مجموعة أكثر من المعارف والمعروف. والآن ننتقل إلى الجزء الثاني للعرض التقديمي، حيث سنبحث آخر الأخبار. وكما تعرفون في النيوز اي بي نيوز تم إطلاق بورصة العملات المشفرة المرخصة يونيتكس، وتم نشر مقالة حول
إطلاق البورصة في إستونيا. أما إستونيا هي دولة أوروبية حيث تم إطلاق بورصة العملات المشفرة المسمى بيونيتكس في 2 مارس أو 2021 على موقع epinews.com. مقال المنصة الجديدة من أجل تداول سير العملات المشفرة يونيتكس دوت ون، وقبل وتم ترخيص المنصة مؤخرا وتعمل وفقا للقانون الإستوني والإدارة المالية الوطنية لهذه الدولة. هذا الخبر الأول المسر. الخبر التالي يعتبر هو خبر حول البيتكوين، من البيتكوين. هذه الأخبار التي تخص البيتكوين أي من العملات المشفرة، لقد تحدثوا عنه حيث تم نشر بوابة معلومات بيتكوين مقالا عن UGpay Group AG وحول إطلاق توكينات الأمان World Cruise أو Security Tokens وحول مزايا هذه التي يتم اقتراحها. وهم يتكلمون حول إمكانيات الاستثمار حول العروض الرقمية، وفي هذه المقالة يتم شرح أن Security World CRU هو يعني مقارن أو يقارن أو يشبه الأسهم، أي إذا أنتم لا تريدون أن تستثمروا في الأوراق المالية مثلا. وأمامكم الآن نرى الشخص الذي نسمه هو الإنسان في اللغة الهندية أو الثقافة الهندية، يعني شيء أسطوري. هذا الشخص أسطوري. من هو؟ وستعرفون من هو. أندري خبراتف، يعني معلم المعلمين هو. ومثل أندري خبراتف علم تلاميذه الحكمة وحولهم إلى محاربين في الحياة. وبالنسبة لأندري خبراتف أيضا يعتبر هذا البديل، هذا المد. وقبل في يعني تم نشر مقالة وتم نشر يعني لقاء مع أندري خبراتف حول أهمية التعليم والتعليم في أي مرحلة من العمر. ويمكن الاطلاع على هذه المقالة بكم هذه مهمة. والتطور طبعا أهمية التنمية الذاتية وتعلم أشياء جديدة في أي من الحديث يدور حول بوابة إخبارية طبعا تحاورية تهتم بالموضوعات السياسية والاجتماعية. وأطلب منكم أن تدخلوا تطلعوا في هذا الموقع حول ذلك، حول هذه المقالة. وأنا متأكد أنكم يعني تأخذون على المعلومات المهمة. وأريد أن أقدم من جديد شكري الجزيل لأندري خبراتف. والآن أريد أن أهنئكم الجميع على الانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ World CRU. وقد اجتزنا المرحلة الأولى وانتقلنا إلى المرحلة الثانية. وأننا جاهزون الآن لنبدأ بتحقيق المرحلة الثانية. وإذا أردتم أن تصبحوا مالكين لمجمل الاستثمارات العالمية
ولتبدأ للحصول على الأرباح، فهذا هو الوقت الملائم لذلك. يمكن أن تصبحوا حاملاً لتوكنات الأمان WCRU يعني على الموقع UGpay Group AG، ويمكن أن تصبح حامل توكنات الأمان WCRU بخصم كثير من خلال الانضمام لنا أيضا والحصول على هذه التوكنات. يجب أن تسجل على الموقع، وبعد ذلك يمكن أن تحصل على هذه التوكنات وأن تصبح يعني مالكا للمحفظة الاستثمارية العالمية. لنحدثكم يعني على الطرق الجديدة لسحب البونص. البونص كان تبدأ طبعا يبدأ القلب ينبض ويجب الحصول على بونصات أكثر فأكثر. وأريد أن أحدثكم عن الشروط الجديدة لسحب البونصات التي تبرع الشركة. البونصات التي حصلتم عليها، البونصات أو المكافآت الموجودة في الباك أوفيس أو المكتب الخلفي للسحب، توجد هناك شروط جديدة مكتوبة أمامكم في هذه الشريحة. إذا نتحدث عن أكاديمية الاستثمار الخاص، هناك إمكانية للسحب لأصحاب المشاريع الخاصة. طبعا هناك أمور مختلفة، يعني في دول مختلفة هناك مثلا أشخاص مثلا تجار أو أصحاب أعمال فردية وغيرها. هناك تحويل بنكي في روسيا وتحويل بنكي في الهند. هذه الوظيفة هي أصبحت ليس فقط موجودة في دول روسيا، ولكن في الهند أيضا هي موجودة. هذا شيء رائع. إذن الشركاء من الهند أيضا يمكنهم استخدام هذه الوظيفة بسحب الأموال من الحساب الخاص إلى الحسابات في البنوك في الهند. وهنا طبعا هذا يعني يتفق مع كل القوانين الخاصة بهذه الأمور. كل شيء يتم بشكل يعني مهني وشفاف. وسيكون قريبا متاح أيضا التحويلات البنكية لأستراليا، نيوزيلند، الإمارات العربية المتحدة، إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الإمكانية هي متاحة فقط الآن في روسيا والهند. ما الذي نحتاجه لهذا؟ أنت تدخل إلى الحساب وتقوم بكتابة الطلب وستكون متاحا لك السحب. هذه وأيضا ستكون هناك إمكانية عن طريق Global Unit Pay. هذه الإمكانية ستكون متاحة قريبا في العالم كله. ما عدا هذا، نود أن نلفت انتباهكم أن إمكانية إجراء التحويلات بين الصفحة الشخصية لأفريج والصفحة الشخصية لأكاديمية المستثمر الخاص قد تم تمديدها وستظل حتى تصبح جميع طرق سحب الأموال من الصفحة الشخصية متاحة. أنا أعتقد أن هذه أخبار ممتعة ورائعة. إمكانية تحويل الأموال بين الحسابات المختلفة، وأكرر من ثم سحب الأموال سيكون متاحا Global Unit Pay. ولكن قبل أن يصبح هذا أمر حقيقي نحتاج إلى أن يقوم الشركاء بسحب الأموال إلى الحسابات الشخصية لكي يبدأوا من البداية ومن صفحة جديدة. هذه الأخبار كانت متعلقة بسحب البونصات والمكافآت. إذن أكرر، هنا لدينا سحب للتحويل البنكي. نحن انتظرنا هذا الأمر لفترة طويلة، خاصة أنا، لكي يكون ممكن أن تقوم بوضع طلب وسحب المال إلى حساب البنكي من غير أي أمور وعمليات إضافية. وأصدقائي سيداتي وأنساتي وسادتي، التعليم هو
هو كالبحر أو كالمحيط من غير حدود، لا يمكننا أن نعيش من غيره. أنت تتعلم وتتعلم وتتعلم وتفهم، كلما تتعلم أكثر أنت تفهم أنه أنت تعرف القليل. والآن أصبح لدينا تدريب المقدم المؤهل، باقة الفائز تسمى بهذا الشكل، هذا هو التسمية يعني، لهؤلاء الذين يريدون أن يتقدموا بخطوة الأمام. وبالنسبة لي أنه لشرف كبير أن أقوم بتقديم هذا الخبر إليكم. تم إطلاق عرض مجدي جدا، هو متاح لتدريب المقدمين محاكاة الأعمال عبقرية التمويل. وطبعا هذه الإمكانية هي تقدم الآن بخصم يعني كبير وجيد. بشكل عام إذا فكرنا بكلمة الخصم وهذه المشاعر التي تأتي بعد سماع هذه الكلمة، أنا أعتقد أن هذه الكلمة هي يعني جيدة لكل شخص. وطبعا عندما الشخص يستمع إلى هذه الكلمة ويبدأ بالانتباه بشكل مكثف، أنا أعتقد الآن للشركاء لديهم إمكانية للحصول على التعليم وأن تصبح مقدما مؤهلا للعبة التدريبية عبقرية التمويل أو عبقرية المالية بشروط ميسرة بخصم 35%. الطلاب يتميزون في ماراثون 260، تتذكرون كان هناك تدريب لعدة أشهر، وأنا أعتقد أنه أنا لن أنسى تلك الأوقات الرائعة التي كانت موجودة في الدورات، كل كلمة. وأيضا إلى هذا، بجانب هذا، المشاركون في المؤتمر الافتراضي الذين يقومون بالواجبات البيتية هي ستكون أيضا متاحة للمشاركين في المؤتمر الافتراضي جو برو، ومن قام بشراء الباقات التعليمية جو برو أيضا. هذه حزمة أو باقة تسمى جو برو عبقري المالية. إذا كان المبلغ فيما قبل 1000 يونت ومع الخصم سيكون المبلغ 650 وحدة. أنا سأكرر مرة أخرى لأن التكرير هو شيء مهم جدا، الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا مدربون أو مقدمون مؤهلون، ولذلك هو اسمه بهذا الشكل، هذه الباقة، هم هؤلاء الذين قاموا باجتياز الماراثون بعلامات ممتازة، وأيضا من قام بالمشاركة في المؤتمر الافتراضي جو برو و ريكروتينج ماستري، وهم هذه الحزمة اسمها عبقرية التمويل أو المالية، وسيحصل على الخصم إلى 150 يونت. نقوم بتغيير الشرائح في جميع الغرف. هنا فيديو عرض تقديمي جديد. بما أن العالم تغير، العرض التقديمي بشكل الفيديو كأداة هو حصل على أهمية خاصة، الناس يقضون أوقات أكثر بشكل أونلاين وفي مواقع فيديو، وهم يشاهدون، الناس يشاهدون فيديوهات كثيرة، ولذلك في هذا الحقل في الحساب الخاص سيمكنكم رؤية فيديو Evorich، هو متاح بثمان لغات مختلفة. يمكنكم تحميل هذا العرض التقديمي وعرضه للشركاء والعملاء المحتملين، وأنا متأكد أن هذا العرض التقديمي سيوفر إليكم نمو جيد. يمكنكم أن تتعرفوا على هذا الفيديو في الباك أوفيس، وأيضا عرضه على العملاء المشاركين والشركاء. جودة هذا الفيديو على مستوى عالي جدا، أنا أعتقد أنكم جميعا ستقيمون هذا الفيديو، بما أن إدارتنا وبما في ذلك أندري خفراتوف هو يهتم جدا بهذه المتطلبات،
متطلبات شركائنا ومجتمعنا. ولذلك تم إعداد فيديو عرض تقديمي عن إيفوريتش، وأنا متأكد بأنكم ستجدون تلك اللغة التي ستفهمونها، يعني لغة الفيديو. من الضروري الدخول إلى الحساب الشخصي وإيجاد هذا الفيديو في حقل البرومو ماتيريال أو المواد. لدينا دليل مستخدم لاستخدام الصفحة الشخصية لإيفوريتش. كل مرة عندما يظهر شيء جديد، أول ما نرغب فيه وهو رؤية ما هذا، وهل هذا الشيء الجديد من ممكن أن ينقلنا إلى مستوى آخر ومرحلة أخرى وأن نكون أفضل. إذن هنا هذا الدليل للاستخدام هو أصبح هذا الشيء الجديد، والآن أصبح بإمكانكم التعرف على كل التعقيدات التقنية في الحساب الشخصي في الصفحة الشخصية لإيفوريتش. وأيضا ستجد في هذا القسم تعليمات مفصلة في صورة فيديو للعمل بسهولة وراحة أكثر داخل الحساب الشخصي. ولذلك من فضلكم قوموا بالرجوع إلى هذا القسم الجديد والذي هو اسمه دليل الحساب الشخصي في الصفحة الشخصية لإيفوريتش، ويجب عليكم مشاهدة هذا القسم من فضلكم. وأنا متأكد أن كل ما تم شرحه هناك سيساعدكم في كل التعقيدات والصعوبات الموجودة في الحساب الشخصي من الألف إلى الياء كما يقال. ولا نجد يعني أي فرق، ما هي رتبتك، هل أنت مستجد أو مشارك أو شريك، أو لا يوجد فرق. أنت يمكنك التعرف على الحساب الشخصي وكيفية استخدامه ومساعدة شخص جديد للعمل. كنا نحتاج لهذا الأمر منذ فترة طويلة، والآن وصلنا إلى هذا ووجدنا هذا الأمر، ولذلك الآن هذا أصبح شيء مهم. القاعدتان الأكثر أهمية عند استخدام محفظة التشفير، ويليام جونز، هو قال الأشياء لا تعود مرة أخرى. يعني ما تم تفويته لا يعود مرة أخرى. إذا أنتم تفوتون فرصة فهذه الفرصة لن تعود. ونحن نسينا القاعدة الأخرى، السهم الذي أطلقتموه هو لن يعود أبدا. وهناك شيء رابع أيضا لا يعود أبدا، هو التحويل على البلوكتشين أو الترانزاكشن. هذه القاعدة الرابعة يمكن إضافتها. الشيء الرابع التي لا يمكن إعادته هو، لذلك من فضلكم تذكروا كل ما تقوم به على البلوكتشين هو لديه ميزة عدم الرجوع. التسجيل في الحساب الشخصي في CRU يجب عليكم الاحتفاظ بعنوان المحفظة، واكتبوا على ورقة مثلا هذا العنوان، او اكتبوه بشكل رقمي الكتروني، واكتبوا ايضا هذه السيد، عبارة السيد هل تم إنشاؤها في عدة اماكن، قوموا بحفظها ممكن على فلاش USB او على الورق او على جوجل ديسك، ولكن هذه العبارة يجب أن يكون مكان تخزينها آمن كي لا يستطيع شخص آخر أن يحصل على مكان وصول إلى محفظتك. تخيلوا أن هذا هو مفتاح صندوق كبير من المجوهرات. لذلك يجب أن تكون على قدر كبير من الاهتمام والجدية بما يخص هذا الموضوع. وأيضا يجب أن تتذكروا عند تحويل المبلغ إلى شخص آخر أو إلى بورصة، يجب أن تتحقق من عنوان ومبلغ المعاملة. أي تذكر مرة أخرى، أي عملية على البلوكتشين هي غير قابلة للإعادة، ولذلك تحقق من صحة العنوان ومبلغ المعاملة. الآن لدينا قناة على اليوتيوب لضعفاء السمع،
الآن يمكنني أن الآن سأشير إليكم بهذه العلامة، أقول لكم أنا أحبكم وأقول لكم مرحبا. أنا أتكلم قليلا بلغة الإشارة، ولذلك الآن الأشخاص ضعف السمع هم يمكنهم الحصول على معلومات من الشركة. هذا يسمى، هذه اللغة تسمى لغة الإشارة. طبعا ضعف السمع هم كجزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وكان من الصعب أن لا يعني نشاركهم هذه المعلومات، ولذلك كل الشركاء أصبح لديهم إمكانية الحصول على معلومات، وما عدا هذا الترجمة يتم ترجمتها إلى لغة الإشارة بلغات مختلفة من لغة الإشارة الإسبانية والإنجليزية وغيرها، لأنه عرفنا أنه لغة الإشارة هي مختلفة من بلد إلى آخر ومن لغة إلى آخر. هذه هي إشارة على اهتمام الشركة بشركائها وبعملائها. الشريحة التالية هي مخصصة للشرح ما هي الندوات التي نقوم بها في كل سبت، ندوة موجزة عن عبر الإنترنت أو ويبينار، هي كانت في السبت الماضي، هي تكون في السبت الأول من الشهر. نحن نسمع في هذه الندوة ملخص لما حدث في الشهر الماضي وأخبار مشروع والعروض الترويجية، الأخبار المالية، وأيضا أخبار البلوكتشين أو سلسلة الكتل. هذه الندوة هي تكون ندوة متاحة لجميع الشركاء الجدد أو غيرهم، حتى يمكنك أن تكون غير مسجل في نظامنا، ولكن يمكنك أمكانك الدخول إلى هذه الندوة. السبت الثاني هناك ندوة مغلقة عبر الإنترنت أو ويبينار، هي فقط للمشتركين في هذه الشركة ولديهم رتب معينة. هناك أخبار عن قسم الاستثمار تكون، وتقرير عن أصول محفظة الاستثمار العالمي للشهر الماضي، تقييم الاستثمار، تقرير عن برامج كريبتايونت ويوجيباي وإيفريج وأستيو والأخبار الحصرية للشركة. السبت الثالث هو التدريب من السفراء أو مديري المشاريع للجميع، هو موضوعات تعليمية لتطوير القادة في إيفريج. السبت الرابع هو تدريب من السفراء أو مديري المشاريع للسفراء ومجالس القيادة المحلية، هو هناك يتم مناقشة موضوعات تعليمية لتطوير السفراء ومجالس القيادة المحلية. شكرا جزيلا سيداتي وسادتي لأنكم شاركتم في هذه الندوة. هذه هي ندوتي الثانية أمام جمهور واسع، وأنا أشكركم جدا على انتباهكم. أردت أن أذكركم حول ما يحدث حول العالم والتضخم، وأريد أن أذكر كلمات وارن بافيت: إذا كان لدينا مصدر دخل واحد فأنتم تبعد على بعد خطوة واحدة من الفقر. هذا معناه لا يجب عليك أن تكون قد تعتمد على مصدر دخل واحد. ما الذي سيحدث في حالة أنت فقدت هذا المصدر، مصدر الدخل الواحد؟ ولذلك أندري خفراتوف مرات ومرات كثيرة يركز على أن يكون لكل شخص عدة مصادر دخل، يجب أن تتنوع مصادر الدخل الموجودة لكل شخص، لا يجب الاعتماد على مصدر دخل واحد أبدا. يجب علينا أن نحاول أن يكون لدينا عدة مصادر للدخل. هذا الشيء الذي الكثير من الناس مع الأسف لا يعني يفهمونه. الأشخاص المتعلمون ماليا ومثقفون ماليا هم يفهمون هذا الأمر. إذا أنت تريد أن تصبح شخصا مثقف ماليا وتريد أن تحقق يعني أحلامك وأحلام المقربين منك، يجب علي، أنا أريد أن أدعوكم إلى أكاديمية الاستثمار الخاص. هذا هو المكان الذي يمكنكم أن تجدوا فيه تلك المعلومات والتعليم المالي والاستثماري، وعندها ستفهمون ما هي الحياة الرائعة التي تمنحها الأكاديمية. هنا الكثير لدينا من الشركاء الذين هم على تجاربهم الخاصة قاموا بشعور بهذا. أنا بنفسي كنت
متفاجئ بجودة التعليم وكميتها. مثلا في السامت أو القمة الأخيرة أنا كنت موجود شخصيا، وكنت في بالنسبة لي أن أكون في دبي وهذا الجمال والروعة، أنا فهمت أن الحياة تمنح المزيد أكثر مما كنا يعني نحن يعني نتوقعه، وهذا شيء رائع أن تكون لديك إمكانية للسفر وأن تتعرف على ثقافات جديدة. والآن أهم يعني أهم أحلامي هي زيارة 4 دول في السنة على الأقل، وأكاديمية المستثمر الخاص وتعليمي فيها سيمنحني هذه الأمور وستتحقق أحلامي. شكرا جزيلا مرة أخرى لمشاركتكم في هذه الندوة ولنشاهد معكم هذا الفيديو. На белых облаках побед покрас.